ضيوفنا خالد الدويدي الفاعل الجمعوي الفيسبوكي بمدينة المحمدية وأيضا الناشطة الفيسبوكية والحقوقية صوفيا البستاني. نعتذر بداية عن التأخير، كما تعرفون الصيف وزحمة الطرقات في مدينة المحمدية. للاتصال بالبرنامج 05-23-31-60-47. إذا على بركة الله وفيديو المقدمات نبدأ أحداث الأسبوع بمدينة المحمدية. مدينة المحمدية عرفت أحداث كثيرة وأنشطة كثيرة خلال الأسبوع الذي ودعناه. نبدأ صباح الاثنين 29 يوليوز اقتحام سيارة لمقهى. الفيديو لو سمحت. الفيديو إذن يوم الاثنين 29 يوليوز سيارة تقتحم مقهى بطريقة هوليودية كما تشاهدون بالصورة. إذن نشاهد باختصار. وفي نفس الوقت هل من تعليق خالد على هذا الحادث؟ طبعا راكم شفتوه. سيارة إحدى الشركات اللي كتقتحم. السلام عليكم. أولا بالنسبة لي الحادثة عادية في مطار واحد العقارة السير اللي كاينة في مدينة المحمدية بجميع الشوارع ديالها، فوضى هائلة يعني بالنسبة للسائقين، للشاحنات الكبيرة ولا الصغيرة، بالنسبة حتى الطاكسيات الصغار والكبار، منهم أصحاب تريبورتور والبعارة كما شفتيهم معنا في الفيديو السابق. يعني مسألة يعني المدينة كتعرف واحد فوضى في مسألة السير والجولان، لأن ما كاينش ذاك الحزم اللي كنا كنشوفوه في التسعينات. ورغم الحملات التحسيسية اللي كتقوم بها وزارة التجهيز والنقل، فيعني حوادث السير تعرف دائما ازدياد. الانسان راك عارف اخويا خالد، ملي كتشوف ملي الفوضى باش كتبدا البدايه ديالها كتكون بواحد الامور اللي هي صغيره. الناس كياخذوا الامور كي كتبان لهم فوضى في الطريق، راه كيتبعوا الناس واحد تابع واحد. الناس كتوقف في اي بلاصه، يدور لك في اي وقت، موتور يخرج لك من اليسار، تريبورتور يخرج لك من اليمين. يعني حنا كنسوق يوميا السيارات ديالنا وكنعرفوا هذه المشاكل. وبالنسبه لي هذه الحادثه ربما لان ربما حتى الفحص التقني ما كيشوفش الفراميل، ما كاينش فحص تقني بمعنى الكلمه اللي يسمعك السيارات اللي بمعنى الكلمه، يعني تكون واحد المراقبه صارمه بالنسبه للفراميل وبالنسبه للعجلات وبالنسبه لل. هذا من وجهه نظر ديالي انا. عاديه الحافله ما كتعطينيش شي حاجه اللي هي عاديه، يعني كاين الحوادث اكبر منهم طرف. اذا مزيد من الحظر خاصه ونحن في عطله وسفر. ننتقل الى يوم ثاني غشت وحدثين بارزين. الاول حادث السير اللي وقعت لرئيس المجلس الجماعي حسن عنتره رفقه الكاتب العام، وايضا خبر ثاني نعلق على هذا الحادث سفلى، وخصوصا وانك كتبتي في حائطك بالفيسبوك معطيات على هذه حول هذه الحادثه باختصار. اولا السلام عليكم وشرف لي التواجد معكم اليوم. نعم. حادثه سير رئيس مجلس البلدي السيد حسن عنتره وكذا السيد الكاتب الاقليمي، الكاتب المدير العام هو الكاتب العام المجلس البلدي حزب الدوله الوسميه. انا وصلني الخبر وقتل الاكسيدون، لان داكشي علاش كتبت على الحائط الفيسبوك ديالي. غير السيد اللي عطاني الخبر هو اكد لي وفاة شخص داخل الحادث. فيما تبين انه لم يكن هناك قتل. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. انا بقيت في السيد الكاتب العام. لان علاقتي به علاقه طيبه، دونك الحمد لله على سلامته هو اللي ما طرات منه حتى شي حاجه. الحمد لله على سلامته دوك الاشخاص اللي ما طرات منهم حتى حاجه. هذا من جهه. غير باش نقول واحد، كانت عده تساؤلات طرحت ليا فاش اش كان كيدير السيد الرئيس في عماله بني خلف، ولا سيما بعد اوقات العمل، واش كانت عنده اون اوتوريزاسيون دو كيتي لو تيريتوار ولا لا. دونك هذه كانت اسئله اللي كان نورمالمون السيد الرئيس يقوم بردها صحفي ويجاوب عليها. مالوغوزمون ما كان رفض انه يدري باي تصريح، الا ان السيد الكاتب العام مشكور من هذا المنبر هذا اكد لي انه ان الناس دخلوا
كلينيك بريفي وانهم بصحه جيده ما تاعونا بصحه جيده وان السيدي كان في الريانيماسيون تجاوز مرحله الخطر والحمد لله على سلامته. اذا خبر ثاني يوم ثاني غشت وهو كما تشاهدون بالصوره خبر لجريده الاخبار للرئيس التحرير ديالها والمدير التحرير هو رشيد نيمي مدير حمله سعد الدين العثماني يتملص من اداء الضريبه على بيع الخمور. طبعا هذا الخبر هذا عرفنا فاد الجريده يعني في الليله اللي تسبق يوم الصدور كان هناك نفاد وكانت هناك متابعه لهذا الخبر وجميع الجرائد تقريبا كتبت على عن هذا الخبر. وفي نفس الليله العثماني رد عبر تغريده في تويتر ونفى الخبر جمله وتفصيلا. هل من تعليق بسيط؟ احنا كنعرفو سي لاباس انه كان جيرون ديال ريستورون ديال التنس. تملصه من الضرائب او لا دونك هنا كنحتوى كنظنوا لانه مخرج بتغريده ولا هذا ما مخرج ببيان او لتوضيح الامور. وسيدي جو بونس با انه كذب او حيت هذيك كيطانس ديال الخزينه العامه ما جاباش من عنده يعني وثائق السدل وثائق هامه كما كنشوفوا بالصوره وثائق ديال الكيطانس ديال مصلحة الضرائب ولا كشي دونك هذا إلا كان تكذيب كان خاص السيد العباسي هو اللي كذب ولكن واش السيد العثماني كذب أن السيد العباسي كان مدير الحملة ديالو ولا أنه تملص من الضرائب هذا يعني. إذا لازال الغموض يكتني في هذه القضية مادام ما كانت واحد الندوة صحفية أو خرجة إعلامية من أجل التوضيح كتبقى علامة الاستفهام مطروحة. إذا سوف نعرج ضمن هذا الأسبوع وأحداث هذا الأسبوع حول بداية مؤشرات الاستعدادات الانتخابية خلال هذا الأسبوع. هذا محمد يقريس جرت حوار مع عادل طيان رئيس لائحة الشباب استعداد للانتخابات البرلمانية القادمة عن حزب الحرية والعدالة الاجتماعية وخبر متعلق ايضا بالاستعدادات الانتخابيه وهو الخبر المفاجئ للكثيرين لا اقول للبعض للكثيرين وهو الاعلان الرسمي الشبه الرسمي نقدروا نقولوا لمدير شركه كتبيه الحاج طاهر بمزار لترشح في لائحه الانتخابات استعداد الانتخابات البرلمانيه عن حزب الاصاله والمعاصره. يعني كي شفتي خالد واش كانت مفاجاه بالنسبه لكم انتم كناشط فيسبوكي وجمعوي بالمدينه؟ انا شنو نقول لك اخويا خالد انا بالنسبه لي عادي يعني اي انسان بغى يترشح للبرلمان مساله عاديه يكون يقدر يكون مدير شركه ولا احد اعيان المدينه بالنسبه لي انا هادي بالنسبه ما كنهتمش انا بهاد الامور ديال شكون اللي غيترشح ولا شكون اللي ما غيترشحش. معروفه المحمديه معروفه عندها يعني فئات في الساكنه كتنقسم على ثلاثه معروفه من قدام الزمان كنعرفوا هاد القضيه. فئه من الناس كتصوت للحزب ديالها وفئه من الناس كتبيع صوتها. نظن على ان اللي بغى يترشح في المدينه مرحبا حنا ما عندناش هاد. طيب في الفيسبوك اشتعل الفيسبوك هذه اليومين بمجرد بث خبر اعلان الطاهر الترشح للانتخابات. هناك عدد من الصفحات سوف نسرد لكم بعضها. والان ينضم الينا الفاعل الجمعوي والحقوقي حميد فخمي. سي حميد انت على المباشر تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم كيف الحال؟ مرحبا. إذا عدد من الصفحات في الفيسبوك تحدثت عن الحاج طاهر بمزاغ سوف نسرد لكم بعضها. يقول احد الفيسبوكيين اللي كيسمي راسو الفضالي شاص ضحكوا عليه باش يخاصموه مع الناس ديال المحمديه لان المحمديه قررت ان تصوت على العداله والتنميه وجماعه المفضل غررت به ليترشح ويخسر ويغادر المحمديه وهكذا يخلو له المكان لكن الساكنه واعيه بهذا الشيء. يرد عليه احدهما من قال الساكنه ستصوت على العداله الساكنه عليها معاقبه كل من اساء للمدينه. وهناك بعض الطرائف ايضا في هذا الخبر
هناك طارق سحيم الذي قال جاني الجوع بغيت كاشير. نتمنى ان كان طارق يستمع الينا ان يتصل ليوضح لنا جاني الجوع بغي كاشير في هذا الوقت بالذات. وايضا هناك ايضا ميها بجدي لعنة اكبر لعله اكبر خطا ارتكبه الحاج الطاهر بمزاغ باترون الكتبية عندما قبل الترشيح. وكلام كثير ممكن تدخلوا الماهيه بجدي. اذا التعليق باختصار، اولا هي ما كانتش مفاجاه، لان هي كما كنعرفوا ان حزب الاسرى والمعاصرة كما كيجلس النبض ديال الشارع الداري، دونك ما نقولوش كانت مفاجاه، لان انا خبر ترشح طاهر مع البام كان عندي واحد 4 شهور ولا 5 شهور. نعم كنا تحدثنا فيه، ولكن ما كانش الخبر متام، ولحد ساعة لو خدت كسب الخبر ما نقدروا ننتظروا المفاجآت من البام. هذا الشيء معروف على حزب الأصالة والمعاصرة. غير هي باش نتحدثوا على البرلمان ولا هذا، الخريطة السياسية داخل مدينة المحمدية ما يمكنناش نحسموا فيها شكون غادي يصوت على شكون، لأن لحد ساعة باقي ما بينوناش الأحزاب السياسية. نعم اللي كاينين باقي هناك هما لي تيت دو ليست ديالهم شكون هما. وفي طريفة من الطرائف اللي درت، واحد كتب ان الحاج طاهر وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، وانا كتبت تحت منه وانا وكيلة لائحة لا مؤتمر. دونك اليوم كنشوفوا ان الحملة الانتخابية بدات بطريقة غير مباشرة، ولا على هذا الشيء كنعيشوا كل نهار داخل مدينة المحمدية، غير كنعيشوا بواحد لا فاسون انديريكت. نعم. ما جواش حنا حملة انتخابية، مي هي كدير شوية ديال 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 البوز، ولا سيما فريق العدالة والتنمية، واليوم اللي كنت أنا شفت واحد تدوينات عجبتني، أن السيد خلوي كيبارطاجي أي حركة دارها الرئيس، وأي أي 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 حاجة داروها، ونرجعوا لواحد واخا ما دويناش عليها بزاف، وهي الحدث اللي كلشي صدق ليه بحال واحد زعما قالولنا شي حاجة وصلنا لغازا، هي مفتح القدقرة ديال القصبة. للناس كيسحبوا ان القدقرة غادي تحيد، اوغ كو القدقرة ديال القصبة راهي تحل جوج. غادي نقاطعك، عدد المسؤولين بالجماعة يوم البدء في بدء الاشغال سماوها هما الاعلان عن تدشين ساحة، يعني حتى المصطلحات ربما هما ما قدروش يوصلوها للمواطنين. تدشين هو بدء في الاشغال. باش نتفاهموا، حنا لاحظنا كاملين غياب شبه تام لاغلبيه المجلس البلدي. حنا لاحظنا داخل كما لاحظتوا انتم درتوا ريبورتاج على المباشر، غياب تام للاتحاد الاشتراكي والحزب الحزب الاحرار، وكان من المفروض يكون حاضر العامل حسب المعلومات اللي عندنا. نورمالمون دونك اليوم كنشوفوا انا كنقولها واتحمل مسؤوليتي في المسابقه لاوانيها، ولماذا في هذه الظرفيه بالذات؟ ولماذا شهر اوت بالذات؟ ولماذا هذا الموينه هذه في ظل اننا كنعرفوا ان مدينه المحمديه وسكون الباس ديال القصبه كيعرف واحد كتنزل عليه واحد لي بوشون ديال الطوموبيلات وهذا. نعم علاش حنا غادي نبداو هاد 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 الاستعدادات ولا هاد لا رينوفاسيون ديال داك الشارع في الوقيته هذا؟ ما دشناش، ما درنا حتى شي حاجه، هي اعاده هيكله باب القصبة. فقط شارعين سوف يفتحان، النافورة سوف تبقى على حالها. لا النافورة، لا شوف النافورة غادي تبقى في بلاصة حلينا هاد الشارع باش نفسو سوا ديزون الطريق. غير يجب أن نختار الكلمات اللي كنقولوها باش ما تاخذش واحد الهيمنة، لأن إذا أنا فاش كندخل الفيسبوك راه عطينا الموضوع أكبر من الأهمية ديالو، وتنسينا المواضيع اللي أكثر خطورة داخل مدينة المحمدية. كل واحد كندخل كنلقاه وقد قام الرئيس بتدشين، راه ما دشناش مع حاجة عضو أقبح من ذنب حلينا شارية وخسرنا في واحد الوضعية اللي سوف غادي نرجعوا لهاد النقطة، وغادي نمشيو لواحد النقطة مهمة اللي هي اللي ولاو طباله وغياطات وبعض الاشخاص غادي نتحدث بهم بالواضح. السلام عليكم. الو اذا في انتظار يعاودوا الاتصال. في الفيسبوك ولينا كنشوفوا انقسامات خالد، والسي حميد اللي انضم لنا الان وهو حميد فخمي فاعل حقوق ناشط حقوقي وفاعل الفيسبوكي وجمعوي. نسمعوا الصوت ديالك سي خالد. مرحبا،
مرحبا سي خالد وكنشكرك. انت من الاصدقاء ديالنا من قدام وللتذكير غادي نقول قدام المشاهدين سي حميد هو اللي علمني الاورديناتور في 2001 عندنا واحد التجربه مشتركه في جريده المرأة المغربيه والقنوات الفضائيه في 95 95 كان عندنا مشروع ديال الاذاعه عبر الاف ان اللي ما نجحاتش لا ماشي ما نجحاتش كانت الظروف شويه كان باقي صغار شويه كانت عرافه الوزاره كما كنمشيو كيصحابو انا كنت تماما كانت عرافه قانونيه وماديه نعم الحمد لله استطعتي تواصل المشوار ديالك ونجحتي الحمد لله الى حد ما مجهودات فرديه الى حد ما نعم الله يوفقك هادشي اللي غنقول لك السؤال ديالك السؤال ديالي هل من تعليق على الاحداث اللي ذكرنا وانت كنت حاضر فيها حول بدء الحملات الانتخابيه احداث متسارعه نعم بالبلديه المحمديه متسارعه بواحد الوتيره كبيره نعم اللي سكان المدينه المحمديه لم يستوعبوا هذه التغيرات اللي كتوقع شاك غادي نقاطعك نشوف المكالمه حيت كنعطيو في البرامج ديالنا كنعطيو اهميه السلام عليكم الو 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 السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام اسمي ديالك سميرة من البلاده اذا المداخله ديالك لمياء المداخله ديالك موجه للحضور اذا السؤال ديالكم بغيت نعرف انا كمتابعين لحنا ديال بلاص ورحت شفت رابورتاج ديال لحنا ديال بلاص وهذا اللي قالوها بعد ديال رابورتاج بالضبط ديالاش ديال الاسبال الاسباب كانت بس لحنا ديال اييه إيه إذا السؤال ديالكم السؤال ديالكم لا السؤال يعني علاش المسؤولين حتى شافوا الروبورتاج اللي عملناه كانوا حاضرين معنا فاعلين فيسبوكيين وكان عليكم الضغط هذا باش تحركوا عندك شي سؤال ثاني سؤال ثاني ممكن حتى يسالي عندك شي سؤال اخر ألو لمياء لمياء اذا سؤال كان اذا كنشكروا لمياء على السؤال ديالها تابع السي فخمي ونتابعوا النقطه ديال الاسباب اذا السؤال الرئيسي اللي كاين في هذا الحوار هو مشكل اسباب المدينه المحمديه على راسهم على راسهم اسئله كثيره جدا مي اذا غادي تابع الحديث ديالك مشكل الاسباب هو ماشي مشكل حديث مشكل بدا مع بدا بعد خصوصة قطاع النظافة في المدينة المحمدية نعم لما كان عمال تابعين للبلدية المحمدية الميكرو شوي حداك تابعين للمدينة المحمدية كيشتغلوا كتخلصوا من البلدية المحمدية وبتجهيزات لوجستيكية تاع مدينة المحمدية تخصص هذا القطاع على اساس ان غيكون شي تحديث او مستجدات او استطوار القطاع النظافه بالمحمديه مع شركه تيكمد اللي هي كانت خدات اول صفقه. اذا نرجعوا لتيكمد بعد المكالمه الهاتفيه، السلام عليكم. الو 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 اذا تيكمد في 2012 تم تجديد ديال لا اظن قبل 2012 كان هناك احتجاج امام جماعه المحمديه نتذكر هذه اللحظه التاريخيه عندما عملت تيكمد والمجلس البلدي شراكه مع وبحضور عدد من الجمعيات المجتمع المدني من بعد شركه تيكمد جات شركه ديال سيطا العشرات من الاحتجاجات المئات بالالاف من المقالات ومن الاحتجاجات عبر جميع وسائل الاتصال السمعيه البصريه وقفات اللي عملوها الفاعلين مدينة المحمدية أمام الشركة تدخلات لدى الشركة الأم بفرنسا لم تنتج أي رد فعل إيجابي نحو هذا المشكل للأسباب
والذي الذي لازمنا نعيشه نعيشه لحد الآن باش لكي نمأسس لهذا المشكل. كاين دفتر تحملات اللي خاصها تلتزم به الشركة المعنية بالأمر. هذا دفتر تحملات نفاجئه بعد التدخلات المسؤولين في مدينة محمدية. نعم. ما استطاعوش هما يجيبوا دفتر تحملات يعطيوه للرأي العام. نرجعوا للمشكل ديال حرية المعلومة والحق في المعلومة ديال المواطن. حنا ما عندناش دفتر تحملات كي يتشارج اللي يقدر المواطن يعرف الالتزامات ديال هاد الشركة اشنو خصها تعطي للمدينة المحمدية وشحال كتقاضى ديال الأجر باش تنظف مدينة محمدية اللي ماشي نظيفة، مدينة اللي موسخة. وما بغيش نتهم حتى شي واحد باسكو باش نكون ملتزم بسميتو، إذا غنتهم شي مسؤول خصني نتهمو بالدلائل. مي سي دوماج سيكو المحمدية ضاعت في الغموض ديال الصفقات. نعم، غموض الصفقات، جميع الصفقات. واش نعطيو على سبيل المثال دابا كنقولوا القرقره ديال القصبه كتعاود التهيئه ديال المراكز التهيئه ديالها. كاين شي مشروع مبني على اسس تقنيه وفنيه باش غادي الجمهور المحمدي يعرف هاد القرقره كيفاش تولي. دابا حتى شي واحد ما عرف كيفاش تولي. مشروع عشوائي بواحد الميزانيه كتبان لي ميزانيه ضعيفه. نعم. باش تعاود تهيئ مشروع القرقره وما غاديش يخرج بواحد الشكل اللي غيعطي واحد الجماليه لمدينه محمديه. وانا رجعوا ثاني نفس المشكل غادي نعاودوا نرجعوا ليه. وغتبقى غير ترقيعات ظرفيه لامتصاص غضب الساكنه في مدينه محمديه. اذا سوف نعود لهذا الموضوع. الان دخلنا في الموضوع الرئيسي لبرنامج المحمديه في اسبوع وهو الازمان كما تشاهدون في الصوره الان. شوفي صوفيا، طبعا كنتم حاضرين في هذا. اذا سي خالد، طبعا سي خالد ما ياخذ سي خالد الكلمه حتى انا عارفه نغلغل على الموضوع. نعم. سوف غادي الصوت ديالي لصوت الاخ فخمي. نعم. انا كنت عند السيد رئيس المجلس البلدي حسن عنطره. نعم. وطلبت منه كاين شارج ديال السيطه، قال لي غادي يكون عندك الكاهيت شارج. داكوغ. امتى هادشي؟ هادشي شي 7 شهور دابا. ايه. ياك لحد اليوم عمرو ورجعت عنده الكاهيت شارج، وهو كرئيس ما كانش عنده، دونك ما قدرش ياخذو. إذا بنا نتفاجأ أنه جبنا الكاهيت شارج، ياك بطريقتنا حنا كمجتمع مدني، الكاهيت شارج كله ثغرات، حنا ما نحملوش المسؤولية المجلس الحالي. يعني فاش تم عقد العقد الشراكة ما بين السيطة والمجلس البلدي، حضروا له جمعيات المجتمع المدني. نعم. اللي باركوا هذيك الشراكة ما بين السيطة والمجلس البلدي. دونك اليوم كنشوفوا أن الكاييش تشارج فيه بزاف ديال الثغرات، داكوغ، لا يحترم. نعم. عدة نصوص وبنود. نعم. أنا كان عندي واحد اليوم كنشوفوا أن المجلس الحالي في التدبير المفوض للأسباب سي وجي كان قدم الاستقالة ديالو، والآن البيدوري هو اللي خدم مشعل، ولو أنه ما عندوش قوة القرار البيدوري، باش ما نحملوش البيدوري فوق الطاقة ديالو، البيدوري مستشار، دونك ما عندوش ديك القوة في التحكم، ولا القوة، إلا أنه البارح سي البيدوري كان في سيطا، وقام وقف باش بزز خرجوا دوك الحاويات. ديال الحديد اللي شفناه محطوط. وعندهم طبعا علاقه بالروبورتاج اللي عملناه وانتم حاضرين معنا، لان بين يوم وليله ولاو الحاويات. لا البيدوري كان، لا قبل ما نديرو الروبورتاج البيدوري في الصباح، نفس النهار اللي درنا حنا فيه الروبورتاج، في الصباح البيدوري كان في سيطا. وفي الصباح خرجوا الحاويات ديال الحديد، ولكن خرجوا بمشقة النفس، راه ما جاوش وحطوهم، راه بعد جدال طويل ما بين البيدوري والريسبونسابل ديال سيطا والديريكتور باش تحطوا هذوك الحاويات. ما كانوش غادي تحطو. داكوغ، قال لك حكا عندهم واحد النقص في الحاويات. داك اليوم حنا كما شفنا مع الاخ خالد ان الحاويات مدينه المحمديه في حاله مرسله. اولا ما موجودينش كما كنشوفوا في الصوره الان، ما موجودينش. شارع المسير المكان بالذات تحطوا جوج حاويات.
غادي نقاطعكم هنا. من المفروض كان غادي يحضر معنا في البلاطو اليوم في هذه اللحظه هذه البيدوري، من بعد ما اتصلت به في الساعه مع 12 ووافق انه يجي، ولكن بعد واحد الساعه بالمكانه عاود اعتذر لي لاسباب لا اعرفها. اذا تابع الحديث. حاجه اخرى، حنا كنشوفوا ان كنقولوا سيطا راه حتى المجتمع المدني كيلعب دور كبير في استغباء سيطا المواطن. بمعنى نهار اللي السيد رئيس المجلس البلدي جاب غوجي، قدم له واحد الفيلم على سيطا وعلى اش كدير سيطا داخل مدينه المحمديه، والسيد الرئيس دار اجتماع اول بدون اخبار المجتمع المدني كنورمال، والصحافه ايضا لا نعرفه لاول مره نعرفه. جا السي غوجي دخل قدم للرئيس داكشي اللي بغى يقدم له، ولكن الغريب في الامر السي غوجي كيحمل المواطن المسؤوليه. كيف قال الفلاح قال المواطن ما كيحترمش مواقيت ديال الرميه ديال الاسبان. قالك المواطن خاص الكاميون كما كان كيدير كما قال الاخ فخمي قبيلات، فاش كان المجلس الجماعي كان عندنا كاميون كنخرجوا حاجه الطاقو ديال الزبل مع 12 ولا مع الوحده، وكنعاود يكون عندنا وقت اخر باش هذا. نعم. حمل المواطن عيب انه هو اللي ما كيحترمش مواقيت الاسبان. انا غادي نمشي معاك بلو غراف كو سا، كنحملوا المواطن انه كيخون الحاويات، وكنحملوا المواطن انه كيهرس الحاويات في بعض الاماكن النائيه على مدينه المحمديه، بعض الاماكن الجانبيه على المحمديه هناك بعض الاماكن. انا حضرت اتحمل المسؤوليه وما كانش عندي الوقت باش نصور لا فيديو. سيطا جات في الوافه، جات الوافه نعم، وحطت لينا 3 باك مع 12 ديالي. انا كنطلب من الشرجم داكوغ، جا كاميون ديال سيطا هز الحاويات واخا ودارهم. كان خاصني نعيط للسي حكيم اللي مشى من سيطا، كنقول له سي حكيم راه كاميون ديال سيطا اللي هزينا لي بان ديال الزبل اللي حطيتو داكوغ. دونك ما نحملوش ان المواطن كاع المسؤوليه، ما نبقاوش نقولوا المواطن الفضلي اللي كيحرق حتى سيطا انها واش كتهز الحاويات وكتسديهم في المواطن. واش ديجا بعدا خاصك تشوف الكاميو كيهز الحاويه وكيخبطها مع الارض، بيان سور راه متهرس. دونك ما نحملوش المواطن اكثر من الطاقه ديالو. واذا كان هما غادي يخرجوا بشي تكذيب، انا اؤكد باقول حيت شفتو بعينيا، وكون كان الاخ حكيم باقي في سيطا كنت انا نستدعي البرنامج ونقولها له. اذا وبهذه المناسبه راه من المفروض انه غدا سوف يحضر الى الاستوديو روجي مدير عام شركه سيطا فرع المحمديه. نتمنى انه يحضر معنا، نتمنوا. اذا سي خالد طبعا كما كتشوف هذه الصور هذو واللي كنتو حاضرين لها، كما كنشوف الصوره كنسولوا فيك، شنو هو الواقع اللي خلفته الفيديوهات اللي عملناها او مباشره نقلناها للمشاهدين مباشره من عدة محطات مناستير الجوطية المقاومة في ثلاث محطات أيضا؟ أولا خالد شكرا على الأخت اللي تدخلت والبرادعه، وهذا كيبين على أن حدث الساعة في المحمدية هو تراكم الأزبال وليس البرلمان. وهذه المسألة بعد الفيسبوكين بغاو يدخلونا في هذا النقاش اللي احنا بهذه العينية، ان هذه اجنده برلمانيه وهذه اجنده انتخابيه، حنا بعاد على هذه المشاكل ديال الانتخابات. نعم. وليس لنا علاقه بهذه المشاكل كامله. اوكي ممكن تبطل. ممكن. اذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكون اللي معنا؟ انا ما اعتقد هذا الصوت ديال ربطي صديق البرامج ديال محمد يبقى. ونتمنى سي ربطي شي نهار يشرفنا في الاستوديو. عندي سؤال وعفاني نوجه لكم، مادام كتكلم على المسؤول على النظافه، فانا كنوجه سؤال لهذاك النائب اللي قدم الاستقاله ديالو وكيدافق عنه وكيقول بانه ما عندوش الامكانيات باش يخدموا. اذا ما دمت قدمت الاستقاله ديالك من تتبع شركه سيطا، كنظن كان من الأحسن تقدم الاستقالة ديالك من المجلس، غادي يكون أحسن. إذا المستشار بدون حقيبة الآن. إذا يا أخي بارك الله فيك يا عباد الله، أنا خديتي باش تكون نائب الرئيس
باش تكون نائب الرئيس وتخدم في هذاك المهم وتاخذ هذيك المهمه. أما كان صاحب في هذيك المهمه فعليك أن تنصحب من نائب الرئيس وتخلي واحد آخر ياخذ المكان ديالك. هذا هو المعقول. وتحية لكم. إذا كنشكرك سي ربطي، كانت المداخلة ديالك جد قيمة. شكرا سي ربطي. إذا خويا خالد نكمل، هو أن الناس كيحاولوا يديروا واحد التفريق من خلال بعض التدوينات في الفيسبوك، وكيبغوا يغلطوا الرأي العام لأن حدث الساعة هو البرلمان، حدث الساعة ماشي هو البرلمان، حدث الساعة اللي كنعيشوه دابا. وكما كتشوف الإخوان 99% من المحمدية ماشي الفيسبوك، أنا كنهضر لك على الواقع اللي كنعيشوه، للناس لعائلاتنا جيراننا أصحابنا أصدقائنا المواطنين العاديين. نعم، كارثة بيئية في مدينة المحمدية، هذه كارثة بيئية. هذه مدة ما عنديش علاقة أنا بمجلس بلدي ولا ما عنديش مشكلة، المجلس البلدي من بعد غنهضروا عليه، دابا حنا كنهضروا على أشنو واقع في المحمدية. كنشوفوا الصورة واضحة بالفيديو بالصور بالواقع ديالنا كنعيشوه، تراكم أزبال لم تشهدوا المحمدية في تاريخ ديالها حتى في عهد تيكمت. ما كنهضرش أنا غنرجع للأخت تيكمت كانت كسر لا أنا غنرجع صوفيا صوفيا أنا غنرجع للأخت اللي هضرت اللي تكلمت لنا من البراد عال من الناس اللي كيغيروا على المدينة كتحس بهم. كما قال الأخ حامد فخمي، كيف يعقل على أن في احتجاج واحد قدام العمالة من طرف جمعيات، انا ما غاديش نقول اسماء الجمعيات وما غنقولش، كيفاش احتجاج واحد كيتغير فيه تفويض ديال شركه وبقى الان كتسلل الفلوس للمجلس البلدي فوق في وحده احتجاجيه كتغير شركه كتمسح بها الارض وكتجي شركه في واحد الصفقه غامضه كما قالت. وحنا هذه سنتين ولا ثلاث سنوات وحنا كندوا بهذا المشكل ديال الازبال وما خلينا ما درنا لا بالتصاور لا بالفيديوهات، صيفطنا رسائل للشركه الام في فرنسا وما خلينا ما درنا، حتى الراي العام المغربي كله كيعرف ان المحمديه مدينه الازبال. تمشي لطنجه يقول لك عندكم مشكل ديال الازبال. كيفاش كلشي هادشي ولا واحد تحرك في المجلس ولا عمل تحركات؟ وجا ولينا دابا حنا ما بقيناش انهم ما كيتحركوش في المجلس البلدي، لا ولينا ناس من الفيسبوك كيحاربوا كي هضرتي على الازبال. نعم. بمجرد انك تدعي على الازبال هذا وقت لا اختاريت الوقت على حنا دابا نختار على دابا انت بيناتنا واش حنا كنختاروا في الوقت؟ اش من علاقه حنا عندنا بالبرلمان؟ حنا عندنا عمنا غادي غينتاب هذا غيترشح للبرلمان؟ ليس ما عندناش علاقه بالبرلمان. معروف المحمديه في البرلمان معروف شكون اللي كيترشح ومعروف شكون اللي كينجح. اذا هاد المشاهد بغيو انا ما نصوروهاش اليوم راه الناس اللي كيقول لك هما اللي قلت عليهم المطبلين والمزمرين. اسمح لي الناس عندهم مشكل خالد، حنا نقولوا بالواقع، حنا عيطتي عليا انا غنهضر معاك بالواقع. كاين الناس اللي كيتهموا محمديه بريس، كيتهموا على انها كتبع اجندات ناس اخرين. انا ماشي شغلي في محمديه بريس شنو عندها ولا شنو الغموض اللي عندها. انا عندي عيط لك في التليفون من هذا المنبر ان الناس اللي كيعتقدوا على ان محمديه براس قدمات هذا البرنامج انها رشقات ليها وقدماته راه غلطه. راه حنا اتصلنا به والاخت صوفيا راه كانت معايا. نعم. انا اتصلنا بك وطلبناك على انك دير برنامج حول الازبال لان هذا مشكل ديال المدينه ومن حقك انت واحد من المدينه تنوض دير لنا هذا البرنامج. وما وخصنا عيطوا لي مع تقريبا مع ديك السبعه وعيطت لي مع السبعه البرنامج وعملنا برنامج يعني مباشر. الناس كي يعني بسرعه اصبر اسمح لي خالد، الناس كيغلطوا بعضياتهم. عيطنا لك في التليفون ورغبناك باش دير لنا هذا البرنامج باش الناس يشوفوا هذا الشو اللي كاين في المدينه. غدا كنلقاو لا خنا خالد محمد ديال براس كيختار الاوقات اللي هي وعمرك كتب على الازبال قالك اسيدي واش انت واش تولي دابا. انا كنعرف اخوان اللي كيهضروا بهذه الطريقه. واش انت المجلس البلدي راه غدا غادي يمشي صحيح على الفيسبوك راه غدا المجلس البلدي غادي يمشي. المشكل الازبال بمدينة المحمديه هو مشكل قائم ومشكل منذ سنوات. مشكل قائم جميع سكان مدينة المحمديه يعترفون بل اكثر من الاعتراف، هو ماشي مشكل الاعتراف، يحتجون على الازبال بمدينة المحمديه. هو ماشي
ماشي شي حاجه اللي غنكتبوا عليها على قبل شي حاجه. نعم. منذ خوصصة قطاع النظافة بمدينة المحمدية ظهر هذا المشكل ديال منجحش ديال مشكل الأسبان وباقي لحد الآن الناس كيحتجوا وما كاينش أذان صاغية من عند المسؤولين ومن هذا المنبر. نعم. باش غادي نوضعوا الأمور ديالها في السياق الحقيقي. نعم. كاينه سلطات الوصاية الممثلة في وزارة الداخلية اللي كتراقب السلطات الجماعه المحليه. اين محكوم من الاعراب؟ ما كاينش قيام بالواجب من طرف السلطات الجماعيه المحليه. كنطالبوا السلطات الوصايه الممثله في وزاره الداخليه وعلى راسها تراقب وعلى المجلس الاعلى للحسابات باش ما نبقاوش نكذبوا على بعضياتنا. نهضر معك واضح. كاين مشكل، كاين سلطات مختصة رافعة المستوى تدخل في المحمدية باش تفك هاد مشكلة الأسبان. واش الناس باش ما نكذبوش على الناس، سبع سنوات أو ثمان سنوات كاين هاد مشكلة الأسبان، لحد الآن حتى شي واحد ما قدر يتدخل باش يفك مشكلة الأسبان. إذا شنو خص؟ كاين سلطات الوصاية خصها تدخل، سوا هاد العقد المبرم مع شركة سيتا يتلغى، سواء انه نعرفوا الحدود ولي زارتيكل ديال هاد سميتو، واش هاد الناس داروا خدمتهم وفق العقد اللي كاين ولا لا؟ ولا لا. اذا هاد الاسئلة هذه غادي نطرحوها مباشرة الان على حسن عطرة رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية. نربط الاتصال. إذا مشكل كبير صراحة، وأيضا جمعية المجتمع المدني لا بد أن تتحرك. كيف كتشوف تحرك جمعية المجتمع؟ هل هناك تحرك لجمعية المجتمع المدني؟ اسمح لي يا خليل، عندما نتحدث عن جمعية المجتمع المدني أنا ألوم جمعية البيئة. لكن لها دور كبير في الكارثة هذه. على ذكر جمعية البيئة كان من المفروض أن يحضر معنا الآن هاتف رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية يارين. نتمنى أن يجيبنا. السلام عليكم سي حسن. معك خالد مطيع مدير محمدية بريس. احنا دابا في برنامج مباشر حول المحمدية في أسبوع. معنا عدد من الضيوف، معنا حميد فخمي الناشط الفيسبوكي والحقوقي، معنا خالد الدويد الناشط الفيسبوكي، ومعنا صوفيا البستاني. بغينا نعرفوا تدخلات جماعة المحمدية مع شركة سيطا بخصوص مشكل النفايات. نعم سي حسن. نعتذر عن المفاجأة. نعتذر. نعم. نعم. Thank you.
سي حسن، انت اللي كتقول لنا دفتر التحملات فيه مسؤوليه كبيره. انا بغيت يعني بين قوسين، واش المسؤوليه الكبيره على عاتقكم ولا هاد تراكم الاسباب اللي كنعيشوه دابا هذه اكثر من 3 شهور بواحد التصاعد خطير جدا؟ يعني المسؤوليه سي حسن، نكمل السؤال ديالي. انا المسؤوليه اللي عندك هي انني هاد الشوارع اللي كنعيش فيها ما خصنيش نشوف انا هاد الاسباب، واي حاجه ترى كسمع سياسة التقشف ونشروا حاويات، يعني نحبسوا الحاجة الشرطة الإدارية ولا شنو هو؟
سؤالين بصراحة كان ممكن. سي حسن مساء الخير. الو. السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله على سلامتك. الله يبارك في عمرك. عافاك سي حسن، انا عندي جوج اسئله غادي يكونوا بساط. اولا حنا سمعنا ان 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 السي واجي اللي كان مكلف بالتدبير ديال النفايات قدم الاستقاله ديالو. داكور. دونك حنا كنشوفوا الان انه واش كاينه مراقبه شركه سيتا بعد تقديم السواج الاستقاله ديالو. للاسف انقطع الخط مع حسن عنتره. السؤال كان في محله صوفيا. نتمنى ما نشوف انا تدخل السيد الرئيس. نتمنى السيد الرئيس انه يعاود هو يربط بين الاتصال. غادي يكونوا واقعيين، 1+1 كتساوي 2 كتساوي 3 على الاتصالات. صحيح. ما غاديش نبقى نقولوا حكا سميتو المطرح ما المطرح، لان المشكل ديال المطرح كان السيد عامل عمليه المحمديه الدخل داكوغ باش زادوا المحمديه سوايع، لان المطرح كتحط فيه مدينه عمليه المحمديه وبوزنيقه وبن سليمان. دونك اليوم باش نوصل واحد الميساج للسيد حسن عنتره، انا قلت هادشي اللي قال السي خالد مجلس البلدي غادي يدير. شوفوا نتمنى ان رئيس مجلس البلدي حسن عنتره. السلام عليكم. وعليكم السلام من جديد. شكون معنا؟ صراحه حسن تبدا في البرنامج حتى الباب دراكم خاطري بالثلاث معيط. اخي انا كيبان لي هذا المشكل ديال الاسباب تمام. فلو كانت المحمديه والارصفه ديال المحمديه مقاده وطرقها مقادين واللي يخدموا ما بقاش محترم وما بقاش يشوفوا الدواب كدور في المدينه وكنشوفوا ديك الروبون عندو سيدي المناطق الخضراء المسقيه ومزيانه عادي ولا بالنسبه لو كان ملاهين مع الزبله ديال مده والمدينه كلها ما فيها ما يتشاف. سيرابطي نعم. عندك كنتسناو المكالمة ديال رئيس المجلس. وين سي ربطي؟ نعم سيدي. السلام عليكم، صوفيا معك. نعم لالا. كما قلتي دابا كنقولوا على احتلال المكتب. لا لا لا، فينا هو المناطق الخضراء؟ فينا هو الحدائق الأطفال؟ سي ربطي. فينا هو دابا عندنا مشكل كبير ديال سي ربطي. وحنا كنهضروا على هذه المدة. سي ربطي. شحال مرة كتبتي انت ودونا حتى حنايا عبر صفحاتنا الفيسبوكية وقدمنا بتنديدات حول احتلال الملك العمومي داخل مدينة المحمدية؟ شحال كتبنا على المناطق الخضراء داخل مدينة المحمدية؟ المشكل ما فيها السي ربطي؟ مدينة المحمدية اليوم كتعيش واحد صراع داخلي بين المجتمع المدني والمواطن والمسؤول. الموضوع دابا اللي نناقشوه واللي يدوز وهو المشكل ما بين المجتمع المدني والمنتخب. ما نبقاوش نهضروا على سيطة، سيطة راه غير واحد المدينه راه ملي كتكون عندها شي شويه الزباله كتجمع، هذه مشاكل كبار ولا هذه الزباله؟ هذه مشاكل كبيره كنعيشوها. فين هما
المقاعد لانه هو حديث الساعه كما كيقول دائما خالد الدويدي. شكرا سي ربطي. اذن سي خالد يقول ان المشكل ديال الازبال هو مشكل ثانوي. اين صحه التعبير؟ ما كاينش فكره ديال بخصوص سي خالد اننا المجلس البلدي خاصو يدير سياسه التقشف باش يشري الحاويات. منين المجلس البلدي غادي يدير سياسه التقشف باش يشري الحاويات؟ سيطاش كدير هكذا جوج كاينه واحد لا سيبل دو كونترول اللي كتعطي لي بي في شركه سيطا. لحد الساعه من غادي يدخل المجلس الحالي العدد اجوردي عمر سيطا ما خدات بي في واحد على الماء اللي كيهبط. تسمح لي على حسب الجواب ديال السي عمتار اشنو قال؟ قال لك عندنا كاين ضعف ديفتر التحملات. يعني بالنسبه للحاويات فديفتر التحملات عنده عدد، هذاك العدد ما يقدرش يفوته. فانا ملي قلت لي سياسه التقشف نشرو من جهه وهنا يعني نشرو من واحد المنطقه هذا منطقي يعني المنطقه اللي العالم غادي يستمر فيها. اسمح لي سي خالد يتشراو من المدينه الجماعه في انتظار الجماعه. لا اسمح لي اذا غادي يقصبر ما كاينش سي اسيزار غنيا اسيزار الله يرضي عليك. كاينه واحد لا سيلول كتخرج دي بي بي سيطا شاك باغ مهرس كتخلص اون اموند دو 500 هذا من المفروض. اسمح لي بغيتي نكمل. انا الا تخلصت وخرجت دوك لي بيبي غادي ندخل فلوس الجماعه داكوغ هي باش نشري الحاويات. لا علاش ما كاينش؟ كاين ناس مسؤولين اللي خصها دير هادشي. فين هما؟ اذا ما كاينينش اذا كيبقى اسمح لي دوبي كون المجلس البلدي اسمح لي دوبي كون المجلس البلدي خدا رئاسه المحمديه داكوغ الاخ البيدوري ضرب على هادشي ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ولا حياه لمن تنادي. لا بيرسون كونسيرني ما كترجعش اون روتور. راه مشكلتنا داخل مدينه المحمديه وانا غادي نقولها لك بصريح العباره اون با دو روتور. اش كنديروا؟ كنجيو كنديروا مشكل عندنا الزبل شركه سيطا ما كديرش خدمتها دفتر التحملات ما خدامش العامل ما سخنش الاسطوانه كنبقاو نهضروا فيها كنبقاو لا اسمح لي كنبقاو نهضروا على واحد لو بوان خاوي. حيت كون كان كل واحد كيدير خدمته كونفينابلومون عمر المحمد ما توصل لهادشي. انا نمشي معاك بوزنيقه انا ما نمشيوش بعيد بوزنيقه راه في الدوره جماعه صغيره سي شوف قارن ليا بوزنيقه بالمحمديه قارن بوزنيقه الدخله ديالها كيف دايره. مدينه بوزنيقه ما فيهاش الزبل مدينه بوزنيقه كتشهى هي تدخل ليها لا من دخله البحر لا من دخله اخرى. بوزنيقه ماشي محمد. لا اسمح لي جماعه كانت فقيره السيد اللي كيتراس المجلس البلدي ديال بوزنيقه جلسنا معاه ودوينا معاه. جماعه ماشي من الجماعات راه المحمديه كانت من اغنى الجماعات في المغرب. غنقارنها انا بوزنيقه راه باقا لحد الان راه اسمح لي واش انا ما كنجيش نقلب على الضرائب باش نعمر صندوق للجماعه ونقول انا غادي نمشي نشري السيطره الحاويات. نحترمو اش كاين. انا كنقول بما ان السيد الرئيس وقيلا ما جاوبنيش على سؤالي منين تحيد منين السيد الوجي قدم الاستقاله ديالو علاش اليوم حنا ما حطيناش انسان في بلاصه اللي حل هاد الساعه هناك فراغ. انا باقي كنقولها السيد البيدوري حيت واحد الايامات كانت كثرات العصا على البيدوري راه مستشار ما عندوش سلطه القرار ما كيقررش حب هذا انه كيمشي كي اكسيليرا الحوايج. دونك اليوم خاصنا نبنتو بعدا لي سي حسن باقي لحد الساعه ما بنش في الاستقاله ديال السي وجي باقا محطوطه في في في, في المجر وما تخداش فيها قرار. هذا من جهه. من جهه ثانيه الا بغينا نفعلوا فريمون مشكل الزبل اللي عندنا في مدينه المحمديه راه خاص لا سي لو كونسيلي. اذا بهذا الشان غادي ناخذوا عضو من المجلس البلدي وهو عنصر هام مزواري غادي نربطوا الاتصال بمزواري اللي اخذ وجهه النظر ديالو قبل ما نشوفوا المكالمه ديال مزواري. نعم تفضل. فبالنسبه احنا عندنا مشكل ديالنا انا ما كنعرفش البروسيدير ما عندنا حتى شي علاقه بلا بروسيدير كيفاش كدوز في المجلس البلدي. حنا مواطنين عادي انا خلينا نكمل صوفي انا مواطن عادي اش كيهمنا؟ كيهمنا ان مجلس بلدي عنده تفويض عنده مراقبين ديالو يدير خدمته.
دابا حنا عندنا هذا المشكل كيقول لك السيد الرئيس، لان الرئيس هو اللي مطالع على. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اذا مشاهدي محمد يقرس معنا مهدي مزواري مباشره في برنامج المحمديه في اسبوع. السيد المهدي السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمح لنا على المشكله. يلا واخا السي مزواري. يلا السي مزواري واخا. إذن نتابع برنامج المحمد هيرا أسبوع اتصلنا بمهدي مزواري ولكن وكان واحد على الاجتماع. تفضل السي حميد فخمي. المشكلة الزبال نعم لا يجب تشخيص المشكل أو تبسيطه. المشكل متمثل في خدمة عمومية لشركة خاصة يجب أن تؤدي مهمتها كما يجب. هالشركة المجلس البلدي لمدينة المحمدية يجب أن يتوفر على أرشيف يتضمن جميع الوثائق القانونية والتزامات مع هذه الشركة الخاصة. نعم. وهذا الأرشيف من حق أي مواطن أن يطلع على مضمونه. أشنو التزمنا مع هذه الشركة؟ إحنا شنو الخدمة اللي طلبنا منها؟ عدد الحاويات والخدمة والغرامات. هل تم تغريم هذه الشركة منذ أن تولت مسؤولية النظافة المحمدية؟ هل تم تغريمها بأبسط الغرامات؟ لا أظن ذلك. لا أظن ذلك. لم يتم تطبيق الغرامات ونحن كمواطنين وكمتضررين لا نعلم قيمة الغرامات الجزافية التي يجب تطبيقها على هذه الشركة. المشكل أنا أتجنب تشخيصه في أشخاص اللي هم مسؤولين أو غير مسؤولين أو إلى آخره. نحن نتحدث عن مشكل قائم بذاته، مشكلة الأسباب. المواطن المحمدي يطلب شيئا بسيطا هو أن يعيش في بيئة سليمة ويؤدي ضرائب على ذلك. نعم. من جيبه ضرائب على النظافة يؤديها رغما عنه ولا يأخذ مقابل تلك الضرائب اللي هي النظافة. نعم. إذا ما الحل الآن؟ الحل الآن اسمح لي لكي نبسط الأمور لجميع المشاهدين. نعم. باش نشوف واحد ندرجوا شويه الامور. نعم. الامور ببساطه كاين مشكل قائم اللي هو النظافه. اول حل اللي هو الوضوح. الوضوح اعطيونا هذاك الكونترا، اعطيونا ذاك المارشي اللي سينيتو مع سيطا نشروه لينا للعموم نقراو التفاصيل ديالو. هذا رئيس المجلس. شنو هما الواجبات؟ لا شنو هما الواجبات اللي التزمت بهم هذه الشركه مقابل سميتو؟ وشنو هما الاجره اللي كتلقاها على مشكلة النظافة؟ نعم. يعني التعويلات عن النظافة نعرفوا شحال كتاخذ بعدا ديال الفلوس. وتكون شفافية. الشفافية من حق المواطن يطالع. وهذا راه مارشي بيبليك، راه ماشي مارشي بيبليك اللي هو عمومي، صفقة عمومية من حق جميع المواطنين يطالعوا التفاصيل ديالها ويعرفوا المشكل الإكرا ويعرفوا هذا الشركة واش مخلصة واش المشكل كاين واش هي واش مخلصة ولا مخلصة. فوجئت بتصريحات فيما سبق بأن مسؤولين بجامعة المحمدية يجهلون تفاصيل بعض الصفقات بجامعتهم. نعم. بحجة أنها أمضي عليها في عهود سابقا. شكرا سي المدخل ديالك سي حميد. انا كنضم صوتي ليه. نعم. ما احنا كما قال حميد. نعم. نبسطوا الامور باش نجيو من الاخر. نجيو من الاخر ما نهضروش مع الناس حنايا، يعني احنا في هذا الاستديو نهضروا معاهم بالمرموز، حنا نمشيو معاهم ديريكت باش يفهمونا. كاين الناس عزيز عليهم انهم يسمعوا الهضره واضحه. هاد دفتر التحملات رئيس مجلس البلدي السنة اللي فاتت كان معانا كأحد من النشطاء الفيسبوكيين في مدينة المحمدية قبل ما يكون رئيس، وكان كيتفاعل معانا ومعانا على الخط. كان هناك تواصل دائم. تواصل دائم. دائم في كل شيء. اليوم دفتر التحملات بين يدو. ما بغاش يطلقوا العموم. سواء تلقوا خزنة ولا تلقوا تحت طابلة ولا تلقوا كيف ما عنده الحل. نعم. كيفاش دفتر التحملات مخزون من طرف الرئيس؟ غير واضح هادشي.
يعني اشنو واش هنا كاين؟ شوف في الاحزاب كاين اتفاقيه بعضياتهم مضرقين وكيهضروا بعضياتهم ودايرين البروسيدور هذه اللي عندك هذا عندك كلهم مغطي على واحد مغطين على بعضياتهم. كيقول السي حامد كيقول لك ان هذه الشركه ما عندها حتى شي يعني ما دايره حتى شي غلط بالنسبه للمجلس البلدي. لا الشركه معتبره ما عندها حتى شي حتى شي نقطه جزافيه عندها، معناتها ان هذه الشركه خدامها كيشوفوها هما، حنا ما كنشوفوهاش. حنا بحال اللي حنا شركه اخرى عاد تابعنا بحال اللي قلتي، يعني معيشيننا في واحد الوهم. اليوم الرئيس هضر معنا وكنعرف على ان السي عنتره غادي يخرج للواضح، قريب يخرج للواضح، وحتى ناس ديال الاتحاد الاشتراكي قراب يخرجوا للواضح. كاين غموض، هاد الصفقه ديال هاد السيطه غتصيفط عباد الله للحبس، غتفركع واحد الرمانه. اذا نقدروا نقولوا واش واش انت كتشوف الشركه اللي هي واش الشركه واش الناس مسنين مع شركه السيطه دي فتره تحملات وفي واحد الكوارث من هبطت هاد الشركه، ولاو كيوخ الامور عاديه والشركه كتخلص والناس تخلص الضريبه ديالها. وحنا كنتسناو من الرئيس. اليوم الرئيس كنقول انا كنعطيه اقتراح كما طلبتي منه اقتراح هو نوضوا نشريو حاويات كل درب، يعني كل حي ينوض يشري حاويات حديديه ويركبهم من ماله الخاص ومن مال الجمعيات، وما تبقاوش تسناو من المجلس البلدي غادي يشري لكم شي حاجه ولا السيطة غادي تركب لكم شي حاجه، كل واحد ينوض من ماله الخاص. نعم عوض غادي نمشيو حنا نجمعوا جمعيات ونخلصوا واحد الحاجه عيد كبير ولا عيد صغير نجمعوا الحاويات، لان راه كل الشوارع كل شارع يهتم كل ساكنه تهتم بالشارع ديالها. انت غادي السؤال نطرحه لك صوفيا، واش نقدر نقول ان المشكل ديال السيطة غادي يفرقع واحد الرمانه ولا هو قنبله موقوته داخل المجلس الجماعي؟ شوف قمه ديال المجلس الجماعي انا لا اوافق ما قاله الاخ خالد الزويدي، إذا كنت أنا غادي نخرج ونشري حاوية أنا كنطلب من المجلس البلدي يستقبلوا ويمشي الحال. لأن إذا كان متشبتة أن سيطة هي اللي خاصة تقوم بالواجب على حساب كان عندنا برامج انتخابية كنا قريناها، كان عندنا أحلام تصرسمات لأبناء المحمدية، كانت عندنا أوهام تعطات لأبناء المحمدية في الحملة الانتخابية. اليوم كنشوف أناس داخل المجلس البلدي ما عندهم سلطة القرار. انا واخا انا عطيني ستار ديال الصباح ونمشي نصبغ حي وندخل له الزبل، علاش انا ندخل حنا الدور ما كاع الا شي ناس عندهم المنتخب اش كيدير؟ اش كيدير؟ ما حلو من